الأخ محمد من السعودية، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام وعليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. خير يا سيد، الله يعطيكم العافية إن شاء الله. مرحبا بك. أنا عندي تعليق بس، أنت قلت قبل شوي يا سيد كمال أنك بتعطينا دروس في البخاري، وحنا صراحة نستناها الدروس هذه. حنا تنقصنا يمكن الأمور هذه، يعني الشرح بالطريقة هذه، يعني الطريقة سهل الممتنع، يمكن ينقصنا بعض الأمور والإنسان يتعلم ما فيها شيء يعني. وصراحة ما أدري شو أقول لك، يعني عرفنا أشياء ما كنا نعرفها صراحة. حياكم من السعودية. نعم، الله وجهك والله يعطيك نعم. العافية. نعم. أخي الكريم محمد، أنتم على يعني منهج الشيخ عبد الوهاب؟ لا لا لا، من أهل السنة أو من الشيعة أنتم؟ لا طال عمرك، أنا من أهل السنة. جزاكم الله خير. وهذا الذي كنت أريد واقعا أبتغيه من هذا البرنامج، وهو أنه بيني وبين الله يوجد، وسيتضح لك أخي العزيز أنه بعد ذلك سيتضح أن كل علماء الشيعة يقولون نفس القول الذي نقلناه عن الإمام ابن خزيمة أعزائي. وبهذا يتضح لك أنه في كثير من المسائل العقائدية نعم تجد أحسن هناك نعم وفاق بيننا، ولكن حاولت نعم الوهابية وحاول أتباع ابن أن يقولوا للعالم الإسلامي ترى النزاع قائم والمعركة قائمة بين الشيعة وبين السنة أبدا، مع أنه ليس الأمر كذلك. وأنا أقول هنا بشكل واضح وصريح، أقسم بالله أن كثيرا من أتباع الوهابية حتى من أهل العلم عندهم، فضلا عن عموم الناس عندهم، أيضا لا يعرفون هذه نعم الحقائق. ولو اتضحت لهم واقعا ولو اتضحت لهم هذه الحقائق لعرفوا أن هذا التوحيد الذي يقوله ابن تيمية ويقوله يقول محمد بن عبد الوهاب وأتباع ابن عبد الوهاب من ابن باز إلى العثيمين إلى التويجري إلى الدوي إلى غيرهم، هؤلاء توحيد بائس أسس له معاوية وأسس له بنو أمية. هذا توحيد بني أمية، هذا ليس توحيد القرآن، ليس توحيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهذا ما سيتضح إن شاء الله، انتظرني في الأسبوع القادم سيتضح بأنه أساسا كيف نقرأ الروايات الواردة في صحيح البخاري وصحيح مسلم. أحسنتم، الظاهر أن الأخ من القصيم حينما سألوا قال أنا من القصيم. أهلا به ومرحبا.